أهلا بكم. وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في الرياض اتفاقا لتقاسم السلطة بحضور الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي ومختلف القوى السياسية اليمنية، بالإضافة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. يترنح اليمن بين حليفين خطوة خطوة يقودانه من الحرب إلى سلام القصور. سلام وإن نجح يبقى منقوصا، فحرب الانفصال في جنوبه تفصيل من تفاصيل مأساة كبرى، حرب هامشية ما كان لها أن تكون، فرختها عاصفة الحزم السعودية التي لم تحسم مع الحوثيين وغذتها الإمارات بالمال والسلاح. صناع الحرب أدهشتهم الحرب، ينشدون السلام. سيفتح هذا الاتفاق بإذن الله أمام تفاهمات أوسع بين مكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة اليمنية ويحصن اليمن ويحميه مما يريد الخير لليمن بجميع مكوناته وسائر شعوب أمتنا العربية. اتفاق لرأب الصدع في حضرة بن سلمان ومحمد بن زايد، يحرص الرجلان على توقيعه، فحرب اليمن باتت صداعا أحرقت اليمن ولم تستثني نفط السعودية. بالتفضل للتوقيع على اتفاق الرياض. اتفاق يتصالح فيه المتقاتلون الذين سيدمجون في جيش موحد تحت قيادة واحدة وعلم يمني أوحد. فهل ينجح اتفاق الرياض وعلم الانفصال ما زال وساما على الصدور في غمرة مراسم التوقيع؟ على الورق وعلى سجاد القصور تحقق السلام بجرة قلم، هكذا يبدو الحال لبن سلمان، فأذن لضيوفه بالاحتفال باتفاق لم تطبق بنوده بعد على أرض الواقع. هناك في عدن وباقي المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي سالت الدماء من أجل الانفصال، ما زالت الإمارات بنفوذها الولاء لها والثناء على حكامها والخوف أن يندلع القتال مجددا في مرحلة من مراحل تجسيد بنود اتفاق الرياض على أرض الواقع. وسط وفرة السلاح تبدو السلطة إغراء، واقتسامها بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي هو التحدي الأبرز. لن يكون أمرا سهلا، وزراء في حكومة هادي يمقتون الإمارات، وقادة في المجلس الانتقالي لا تليق بهم السعودية، فكيف لاقتسام السلطة أن يتحقق في ظل وجود خلافات تتغذى من الحلفاء من الخارج؟ فهل يهنأ جنوب اليمن بسلام الرياض وعاصفتها على الحوثيين؟ لم تهدأ. الاتفاق نص على العديد من النقاط أبرزها التالي: تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية، وتضم هذه الترتيبات تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، كما ينص على إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع على أن تعود جميع القوات إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية لتحل مكانها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في محافظات عدن وأبين وشبوة. من أحد بنود الاتفاق أيضا إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة الحوثيين، بالإضافة إلى إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف، وتشكيل لجنة تحت إشراف التحالف بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته. أيضا تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة إذا كما قلنا بكافة أنواعها بين الأطراف المعنية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الباحث السياسي خالد عقلان. أهلا وسهلا بك سيد خالد. إذا نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك وصف هذا الاتفاق اتفاق الرياض بأنه نصر لجميع الأطراف الموقعة عليه، هل تتفق مع هذا الطرح؟
ابتداء يجب التنبيه إلى أن اتفاق جدة هو ضمن مسلسل التآمر السعودي على اليمن منذ يعني عقود منذ ستينيات القرن الماضي حينما انفجرت ثورة ضد الإمامة وكانت المملكة في صف الملكيين واستمرت الحرب 7 سنوات. الآن يأتي دور السعودية مرة أخرى لتكريس حالة الفوضى في اليمن وحالة اللادولة، بالتالي اتفاق جدة هو يأتي في هذه المرحلة أو في هذه اللحظة الفارقة لإنقاذ الإمارات وميليشياتها. الإمارات فشلت فشلا ذريعا في تحقيق ما تريده عن طريق الحرب، فلجأت السعودية لإنقاذها عبر هذه الاتفاقية التي تريد أن تحقق من خلالها يعني توازع توزيعا للسيطرة والنفوذ بين السعودية والإمارات على الجنوب اليمني. يعني تقول أن هذا الاتفاق هو تكريس ربما للسلطة الإماراتية والسعودية، ولكن بنود هذا الاتفاق تتراوح بين ما هو سياسي، أمني، عسكري، اقتصادي. أولا هذه البنود هل تبدو قابلة للتطبيق؟ وثانيا ماذا عن سطوة وسيادة الحكومة اليمنية على الأرض؟ كل بنود الاتفاقية سعت إلى إزاحة الحكومة الشرعية لصالح لجنة تنفيذية سعودية إماراتية. ستكون هذه اللجنة هي بمثابة كما جاء في أحد نصوص هذه الاتفاقية أنه سيكون هناك لجنة سعودية إماراتية تتابع تنفيذ الاتفاق وملحقاته، فبالتالي نحن أمام يعني نزعا كاملا لسيادة الحكومة الشرعية في المرحلة القادمة وسيطرة كاملة للقرار على القرار اليمني من قبل لجنة سعودية إماراتية، فبالتالي نحن أمام إزاحة كاملة للسلطة الشرعية. كذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك دمجا لميليشيات المجلس الانتقالي والذين يتراوح عددهم ما بين 90,000 كما صرحت الإمارات بذلك قبل إعلان انسحابها الشكلي، وقبل ساعتين فقط بعد ساعتين فقط من إعلان التوقيع على اتفاق جدة ينقلب المجلس الانتقالي عبر لسان نائب رئيس اللجنة الإعلامية في المجلس الانتقالي منصور صالح في مقابلة له قبل قليل في الحدث حينما قال أن الحكومة اليمنية لن تعود إلى عدن وسننظر في مسألة عودة الحكومة وإنما سيعود رئيس الحكومة لتوزيع الرواتب فقط ولصرف الرواتب، وكذلك يقول أنه لا يمكن أن تدمج. نعم لا سمحت لي، تعقيبا على ما تقوله، ماذا سيحل بالقوات والأسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي علما أن هناك كان سفك للدماء بين الطرفين؟ هذا أولا، وثانيا بما أنك تتحدث عن الهيمنة ومواقع القوة في هذه المنطقة في الجنوب، البعض يتحدث عن طرف ثالث له ثقله وهو بعيد كل البعد عن التيارين السعودي والإماراتي، ماذا عنه؟ نستطيع القول أن هذه الاتفاقية هي تكريس وضعا، ستكرس وضعا شادا، وضع لا دولة، وضع يمنا مفككا، وضع لا وحدة ولا انفصال، فبالتالي ستراوح اليمن ما بين هذه الأزمات، وسيكون الوضع اليمني خلال المرحلة القادمة وضعا مفككا تسود فيه حالة لا دولة وسيطرة وتسود فيه حالة المحاصصة الجهوية. السعودية والإمارات يحاولون في هذه الأثناء فرض محاصصة جهوية بين الشمال والجنوب وهم في طريقهم لتسوية الوضع مع ميليشيات الحوثي، وهناك أخبار تؤكد أن وفدا حوثيا زار السعودية خلال 48 ساعة الماضية وهناك حوارا سعوديا حوثيا بضغطا أمريكيا، فبالتالي السعودية والإمارات يحاولون فرض محاصصة جهوية ومحاصصة طائفية في اليمن. شكرا جزيلا لك، وصلت الفكرة من إسطنبول الباحث السياسي خالد عقلان.